داعم حقيقي لنادي الشرطه، اينما حضرت تعال نشاهد شادك متواجد معه حبيبي. اي والله هاي يعني من يمكن من 91 انا اشجع شرطه يعني، وظليت مستمر يعني موسم بموسم. المباراة اللي فزنا بيها عزة وراء لما سعد قيس وقع بالقاع وقام وقول 1-0. لا مستحيل، حتى برشلونة ما تركتهم يعني ساعة عصبية. اي طبعا اي ساعة عصبية وتعرف خسران 8. حبيبي شكرا لك.